قال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح للأخبار إن وحدات الحرس البحري بالتنسيق مع جيش البحر تواصل جهودها للبحث والتمشيط عن 23 تونسيا فقدوا منذ الليلة الفاصلة بين 3 و4 من مايو الجاري بعد أن شاركوا في عملية إبحار خلسة انطلاقا من سواحل قرب من ولاية نابل. بناء على مباشرة فرق الأرشاد البحري بمنطقة الحرس البحري بنابل مفادها مباشرة قضية عدلية تكوين وفاق يهدف إلى الإبحار خلسة. عملية الإبحار خلسة صارت بين الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 بتقدم الأبحاث اللي شارك فيها مركز الحرس البحري بابن خيار وكذلك مركز الأمن العمومي بقربة إضافة إلى وحدات التدخل والتدخلات السريعة. أضفت جميع العمليات خاصة في إيقاف 5 متهمين في قضية الحال بما فيهم 2 نسوة إحداهن هي والدة أحد المنظمين اللي هو في حالة فرار وتم إدراجه بالتفتيش إضافة إلى كونه أحد أبنائها شارك في عملية إبحار خلسة وهو من بين المفقودين. بتقدم الأبحاث تمكنت وحداتنا من الإطاحة تقريبا ب8 أنفار آخرين تم إدراجهم بالتفتيش وثبت ظلوحهم في قضية الحال وهم الآن محل ملاحقة قضائية وأمنية. بالنسبة لعملية البحث عن المفقودين مازالت متواصلة بين الحرس البحري وجيش البحر.